جولة إخبارية جديدة تأتيكم من أونلايف، أهلا بكم. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تخريج دفعة جديدة من طلاب أكاديمية الشرطة بمقر الأكاديمية في القاهرة الجديدة، وقدم الطلاب الخريجون عروضا تظهر ما اكتسبوه من مهارات فائقة في التعامل مع الخارجين على القانون وكيفية تنفيذ الاقتحامات وتحرير الرهائن وأبرز التدريبات التي تلقوها خلال تواجدهم داخل الكلية. تلقى الرئيس السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس سيراليون إرنست باي كوروما، أعرب خلاله الرئيس عن تقديره لما تقدمه مصر من دعم فني لبلاده، مشيرا إلى تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع مصر وخاصة في المجالات الطبية. من جانبه أشاد السيسي بقوة العلاقات الثنائية بين مصر وسيراليون، مرحبا بمواصلة العمل على تعزيز مختلف جوانبها وتطوير التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة. اتفق رئيسان على أهمية عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة بهدف تنشيط العلاقات الثنائية وبحث سبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حول عدد من القضايا الإفريقية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يرأس اليوم رئيس الوزراء شريف إسماعيل اجتماع الحكومة الأسبوعي لمناقشة عدد من الملفات والتقارير الأمنية والاقتصادية. كما يتابع إسماعيل خلال الاجتماع توافر السلع والرقابة على الأسعار، فضلا عن المشروعات التي يتم تنفيذها وقرارات رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراض للمنفعة العامة. احتفل مجلس النواب بالطلاب الأوائل بالثانوية العامة لهذا العام تقديرا وتشجيعا لهم، وحضر الحفل رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال ومجموعة من النواب ووزير التربية والتعليم، وقد حضر عدد كبير من أولياء أمور طلاب أوائل الثانوية العامة بقاعة الشورى بمجلس النواب وسط تواجد أمني مكثف، وعبر طلاب وأولياء الأمور عن سعادتهم بالنتيجة. الحمد لله بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، يعني وطبعا تعب بابا وماما معانا في البيت، يعني وان هم قدروا يوفروا لنا الجو المناسب للمذاكره، يعني الحمد لله. يعني انا كنت ببذل مجهود شويه، طبعا ده بتوفيق ربنا في الاول وفي الاخر، وكنت بحاول اذاكر، بحاول ان انا ما اسيبش حاجه لبعدين. مثلا كنت مثلا بهتم بالدروس الخصوصيه، اكيد ما كنتش بحاول ان انا اغيب حصص معينه. والله انا ما اوصفلكيش يا رب الفرحه دي، كل ام تعيشها فرحه سعيده، لان ابني بصراحه تعب وربنا اكرمه وكلل تعبه ده بالنجاح وبالتفوق. ولما تبلغنا بالتليفون ان ابني طلع الاول، انا ما كنتش عارفه اوصف السعاده لدرجه ان انا كنت مش عارفه اقول اصوت يا طه ولا ازرقت ولا اعمل ايه، مش عارفه. يعني كانت المشاعر متضاربه كده مع بعضها، مشاعر بصراحه جميله. في تصريحات خاصة لأون لايف قال وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي إن احتفال البرلمان بالطلاب يمثل دافعا للمتفوقين، مشيرا إلى المرحلة المقبلة ستشهد تحسنا كبيرا في مستوى التعليم. من كل شغلنا عشان الشباب ده وعشان كلهم ينجحوا وكلهم يبقوا عندهم حياة أفضل، فبنقول لهم إنه دي بداية لما القادم أفضل كتير إن شاء الله، هم يلاقوا تعليم يعني بيعيشوا في حياة سعيدة مش حياة تحت ضغوط، ويتعلموا ويبقى عندهم فرص أحسن وأحسن للتنافس، فالجاي أفضل. وطبعا شيء جميل نشوف الأوائل النهاردة في التعليم العام والفني، وسعداء بأن البرلمان مع الوزارتين بيكرموهم، فده شيء جميل بنعمله لأول مرة، فيوم سعيد عيد بالنسبة للتعليم عموما. يعني أعلن رئيس قطاع التعليم والمشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالي سيد عطا أن عدد الطلاب الذين سجلوا رغباتهم بتنسيق المرحلة الأولى بلغ 97 ألف طالب وطالبة، وأضاف عطا أن عمليات تسجيل الرغبات منتظمة من خلال مكتب التنسيق ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات، موضحا أنه من المقرر أن تستقبل المرحلة الأولى 109 ألف طالب وطالبة. قال عضو لجنة حقوق الإنسان من مجلس النواب محمد الكومي إن اللجنة تفحص طلبات القائمة الرابعة للعفو الرئاسي بعد تلقيها العديد من طلبات العفو من قبل المواطنين، مؤكدا أنه وصلت إليهم الكثير من الطلبات التي سبق وأن قدمت إلى لجنة العفو الرئاسي، حيث يتم فحص الأسماء جيدا، مشددا على أن اللجنة تعمل وفقا للمعايير المحددة لها وطبقا للشروط الموضوعة.
أعلنت شركة مصر للطيران عن أسعار تذاكر الحج لهذا العام، حيث صرح الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية أن أسعار تذاكر حجاج القرعة تبدأ من 10,350 جنيها، بينما تبدأ أسعار تذاكر الحج السياحي من 10,600 جنيه وحتى 16,400 جنيه شاملة الرسوم والضرائب، موضحا أن هذه الأسعار تختلف وتتصاعد فقط وفقا لعدد الأيام وتوقيت الحجز. وصل وزير الخارجية سامح شكري إلى القاهرة بعد زيارة لبغداد، التقى خلالها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، حيث استعرض الجانبان الأسباب التي أدت إلى اتخاذ الدول الأربع الإجراءات والتدابير المعلنة ضد قطر تنظيم الحمدين. وحذر شكري من عواقب تدخلات بعض الدول وعلى رأسها تركيا في المنطقة وضرورة اتخاذ خطوات ضدها. من جانبه أكد العبادي ضرورة اكتثاث الإرهاب من جذوره من مناطق تمركزه خاصة في سوريا حتى يتسنى استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية. هذا وقد التقى وزير الخارجية سامح شكري مع النظير العراقي إبراهيم الجعفري، وخلال اللقاء قال شكري إن إصرار الدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب على اتخاذ خطوات حاسمة ضد التدخلات القطرية كان لازما، مشددا على أن تلك التدخلات أضرت باستقرار المنطقة. الإصرار على أن نتخذ موقف حاسم من التدخلات القطرية والسياسات القطرية المؤثرة على استقرارنا وعلى أمننا، والتي بذلنا الجهد والعرق والدماء من أجل الحفاظ على استقرار وسلامة مواطنينا من استهداف التنظيمات الإرهابية التي تجد دعم وتجد ملاذ آمن وتجد احتضان من قبل السياسات القطرية. هذه هي جهد لابد أن يتضامن فيه المجتمع الدولي أجمع، لأنه ليس هناك مكان لتوظيف أي من هذه التنظيمات لتحقيق أي أغراض سياسية، وكما شاهدنا دائما لمن يفعل ذلك سرعان ما ينقلب عليه الوضع، لأن هذا الفكر هو فكر إقصائي، فكر دموي، فكر لا يسكن إلا عندما يسود وينقض على إرادة الشعوب. من جانبه أكد الجعفري أن التعاون مع مصر قائم على كافة الأصعدة. وخلال المؤتمر الصحفي أشار الجعفري لأن التحديات أمام العراقيين في الفترة المقبلة ستكون جسام. التعاون يجب أن يكون قائم على قدم وساق بين دولتين لهما حضارتهما وتاريخهما بحجم العراق وحجم مصر. تحدثنا عن التنسيق الاستراتيجي في القضايا العربية، تعزيز التعاون الاستخباري والأمني، خصوصا نحن توًا انتهينا من المواجهة مع داعش في مدينة الموصل، بس هذا لا يعني أن التحديات صفرت، ربما تخرج من هنا وهناك على نظرية خفافيش الليل، لأن هذولا مو جيش نظامي وقوات مشاة ودبابات تنسحب ولا دروع تنسحب أو طائرات أو قوة بحرية، ولا مجاميع انتحارية تتصرف بالطريقة الوحشية المعروفة. أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمرة الأولى بشن جيشه عشرات الضربات الجوية في سوريا خلال السنوات الأخيرة. وقال نتنياهو دون أن ينتبه أن مكبر الصوت ما زال يعمل خلال قمة إقليمية في بودابست أن بلاده ضربت قوافل أسلحة إيرانية في سوريا كانت متجهة إلى حزب الله عشرات وعشرات المرات، وكانت سياسة إسرائيل تلتزم الصمت إلى الاتهامات الموجهة لها بشن غارات في سوريا منذ اندلاع الحرب فيها منذ 6 سنوات. أغارت طائرات حربية تابعة للجيش السوري على منطقة تلال عرسال الواقع على الحدود السورية اللبنانية، وقام الطيران السوري بقصف منطقة وادي الخيل والكسارات والتي يتمركز فيها مسلحون لجبهة النصرة. يأتي ذلك فيما أكمل الجيش اللبناني استعداداته لشن عملية عسكرية ضد المسلحين في بلدة عرسال والتي تؤوي عشرات الألاف من اللاجئين السوريين، وذلك بعد استقدام الجيش لتعزيزات عسكرية إلى البلدة ومحيطها وتنفيذ طوق أمني يفصل البلدة عن منطقة التلال. في تصعيد جديد للتوتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أنها أعربت لتركيا عن مخاوفها إزاء نشر خريطة لمواقع عسكرية أمريكية في سوريا، معتبرة أن ذلك يعرض حياة جنودها للخطر. ونشرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية خريطة مفصلة تظهر 10 مواقع تتمركز فيها قوات أمريكية. أوضحت الوكالة أن الولايات المتحدة أقامت قاعدتين جويتين، الأولى في منطقة رملان بمحافظة الحسكة شمال غرب البلاد.
ختام هذه الجولة، شكرا لكم.